حق المرأة في قيادة السيارة، هل لها حق يجوز لها أن تفعل أو لا؟ بالنسبة للأصل في كل المباحات أنها إذا كانت قيادة السيارة حق للرجل فهي حق للمرأة، لكن إذا حرمتها على الرجل حرمها على المرأة، لا فرق بينهما. المشكلة في المرأة فقط، لا ما في فرق لأن بينهما، لأن هناك إلا ما يعرض من العوارض، قد يحرم على المرأة سياقة السيارة قيادة السيارة، وقد تحرم على الرجل لعارض للعارض لا لأصل الجنس. إيه نعم. طيب في هناك سبع مبررات لهذا المنع شيخنا، منع المرأة من قيادتها من السيارة. الأول مبرر الفقهي وهو القاعدة العامة أن ما غلبت مفسدته منع وإن كان فيه مصلحة، وقيادة المرأة للسيارة تكثر فيها المفاسد من اختلاطها بالرجال، من كثرة خروجها بالبيت، من اضطرارها إلى كشف الوجه والحجاب، من تعرضها مثلا كما نقول العامة عند البناشر والمحطات وإصلاح الكفرات وأشياء لا تلائم طبيعة المرأة، وبالتالي تترتب عليه مفاسد كبيرة جدا، فيمنع الأصل الإباحة بهذا العالم. والرجل أيضا في سياقته للسيارة إذا كثرة تعرضه للساهر وتراكمت عليه الديون، من هذا يحرم عليه قيادة السيارة؟ يحرم عليه أن يتحمل ساهر. لا، أيضا فيه مسألة الحياء بالنسبة للمفسد، المرأة يعني طبعها الحياء وليست كالرجل في، لا لكن الحياء ليس يمنعه من الشراء والبيع وأخذ الحقوق وال... طيب هناك مبرر أخلاقي أيضا. أيوة. وهو المفاسد التي تترتب أخلاقيا على قيادة المرأة والفتيات للسيارة، مثل هجران المنزل، السفر بغير محرم، التعرض هجران المنزل. ايوه إذا كان تصبح طول النهار كذلك هجران المنزل، إذا كان الرجل يهجر المنزل بسبب السيارة قيادة السيارة حرمت عليه. ايوه لكن هجران المرأة أشد يعني في المسألة. ما الفرق بينهم؟ أصل الرجل أن يخرج ويكتسب ويغيب ويسافر، ولو لكن لا يهجر المنزل. طيب هناك مبررات صحية أيضا. إلا إذا كانت ناشزا فهجرهن في المضاجع. نعم. طيب هناك مبررات صحية، الشريعة تنهى عن التعرض للهلاك والحفاظ على النفس كما تعرفون من الموجبات، وقيادة المرأة للسيارة كما تقول بعض الدراسات يعرضها للتلف، لأن السيارة آلة عنيفة لا تناسب طبيعة الإناث ولها تأثيرها السلبي على الإناث. من هن أعنف؟ أعطيك نتائج هذه الدراسة البريطانية، ما وقفت عليها في مضانها لكن فيما نقلها بعضهم عنها. دراسة بريطانية أجريت على مجموعة من النساء السائقات، توصلت إلى أن 58% منهن يتوفين قبل 40، و60% منهن يصبن بأمراض نفسية، وقالت الدراسة أن قيادة المرأة للسيارة لا تليق ولا تتناسب معها من ناحية بيولوجية. وقيادتها للطائرة باب أولى بالنسبة للذين يمنعون هذا؟ لا، بالنسبة للواقع أنه إذا حصلت أضرار مثل هذه سواء كانت للرجل أو للمرأة روعية في أعيان الأشخاص، في أعيان الأشخاص ولا تعدى. لا يقال أنها غالبة في جنس النساء بحيث أنه يصبح منها حكم غالب؟ لا صعب جدا الحكم على هذا، هو من الخرص والقول على الله وغيره. طيب هناك مبررات فطرية أيضا، هي رقة الجهاز العصبي الأنثى والذي لا يساعدها على حسن الأداء ومواقف القيادة التي فيها ما المفاجآت. تستطيع أن تمسك النقود؟ لا ترتبك سريعا، وبالتالي يعني كل امرأة ترتبك سريعا؟ يقال أن هذا غالب في النساء، لأن طبيعة المرأة أصلا يعني رقة المرأة ولطفها وضعفها عصبيا هذا غالب. نريد أن يكون جميع قادة الطائرات والسيارات من ذوي الرقة واللطف، ولا يكونوا من ذوي العنف ولا